الرضا بالقضاء، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لاحظ، لو قيل لك الآن البيت احترق وبمن فيه، ما موقف الإنسان؟ قضاء الله حل وحكمه نزل والبيت احترق، ما موقفك؟ موقفك هو على مستوى التوحيد والتسليم في قلبك قبل ذلك. نحن نصلي لماذا؟ لنزداد إيمانا، حتى نقوى علاقتنا مع ربنا. القضاء، الإيمان بالقضاء معناها أنك تستسلم لله إذا أراد، وإرادة الله لهذا المال أن يذهب، للزوجة أن تموت، للولد أن يهلك، للقدم أن تقطع، للسكر يدخل بدنك، هذا قضاء الله، ليس في الساعة هذه، إنما قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الرضا بالقضاء سعادة. وهناك بعض عباد الله أراد الله لهم أن يستديموا اللذة، ترى بعضنا في العافية إيمانه ناقص، ومع البلاء إيمانه عالي. لاحظوا في المرض، بيدخل غرفة العمليات، عمليات قلب مفتوح مثلا، ودخل وجردوه من اللباس ولبسوه لباس العملية، وش أخبار التوحيد عند صاحبنا هذا؟ ودخل الغرفة وإضاءات ومكممين ومشارط وأجهزة قلب، ها يا رب يا رب يا رب يا رب، دخل في عالم آخر من النوم العميق، وفتحوا صدره وانتهت العملية، ثم خرج بعدها فتح عينيه عاد للحياة، استمر أبو فلان له شهر شهرين بعد ذلك. هل صلاته قبيل العملية كصلاته بعد العافية؟ لا، يوم كان في الضراء كان أقرب إلى الله، فلما ارتفعت الضراء قل الإيمان. ولذلك كان كثير من السلف يقولون ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، لأن في بلاء بالسراء. لذلك الله لربما يجعل ببعض عباد الله ألم مستمر. اللي عندكم مرضى السكر اللي يأخذون الأنسولين، إبرة الأنسولين شوكة ولا لا؟ شوكة، والشوكة أخبر الحبيب أنها تكفر الخطايا، فلو احتسب صاحب الأنسولين الشوكة في الصباح وفي المساء فلربما قدم على الله وليس عليه خطيئة، لأنها من البلاء الذي لا يزال بالمؤمن. والحبيب يقول ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الرضا بالقضاء معناها أن تقول أنت الحكيم يا رب، وأنت الذي لا يعجزك شيء ولا يعزب عن علمك شيء، ولا تخلق الشر المحض، فلك في كل محنة منحة، يا ربي صبرني حتى ألقاك. أبشركم على باب الجنة تنتهي الآلام والأحزان والأمراض والشيخوخة والفراق، اللي افتقدت في الدنيا بتلقاه هناك، إن الله رزقك إياه الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يدخلونها شباب أصحاء ليس فيها كل ما فيها من مكدر. لذلك الدنيا صبر ساعة، فإذا قضى الله وقدر فارض بقضاء الله وبقدره. ترى بعض الناس عايشين الآن على طحن الطحين وعصر العصير. أحد يعصر العصير؟ لو أن أحدا أتى بقنينة عصير فقال لزوجته اعصريها، وش بتقول لك؟ عسى ماشر، بسم الله عليك، هذا عصير فلا يعصر. أيضا أحداث الأمس والذي وقع اليوم عصر وانتهى، فتعامل معه كما أراد الله، القضاء انتهى، ليس لك إلا التسليم. ولذلك بعض الآن معظم المكتئبين وأهل الحزن والذين تقرحت عيونهم من البكاء، معظمهم يعيشون على ذكريات وإرشيف مؤلم. مات الزوج، طلقت المرأة، ذهب المال، فصل الموظف، ويبدأ يأكل في نفسه. سلم وارضى على الله جل وعلا، يوم أن شاء وقبل ذلك خلق وقدر، فلا راد لحكمه ولا راد لقضائه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويختلف كل واحد منا
عن قضية استقباله للقضاء، وعلى مستوى إيمانك تكون سعادتك. أنا جلست مع رجل في الرياض في جامع الراجحي، جالس على كرسي، قال لي أحدهم مات له 4 نساء تموت ويتزوج أخرى وتموت، وكل امرأة يموت من أبنائها 3، ووجهه مشرق ووجهه مضيء وحمده لا يحد، يملأ ما بين السماوات والأرض وأركان الكون حمدا، ويرى أن لله منة عليه يوم أن اصطفى من أزواجه وذريته من يسبقونه عند ربه. وبعضنا لو مات له سقط طفل لم يكتمل خلقه، ولا استكمل خلقه ومات بعد شهر بعد ولادته، لعاشت الأحزان، وصارت الأم المرأة كلما رأت طفلا بكت، وكلما رأت صدر أمها بكت. أين الإيمان بالقضاء؟ من لم يسلم لله فلا سعادة له، لأنه يعترض على الله. بعضنا الآن مع السكر والضغط ضايق صدره. ليه ضايق صدرك؟ أتدري أن هذه الأدواء التي تلزمك ولا تفكك، الأدواء التي يقول الطبيب سكر، ضغط، كوليسترول، مدى العمر، الله يبشرك بالخير يا دكتور. معنى ذلك أن عندي داء أخذ له دواء وأسير وأقضي حاجتي وأذهب وآتي، وما زال معي مع كل قرص يحط الله الذنب عني ويخفف عني حملي. هذا إذن الداء هذا نعمة، والله إنه نعمة، لكن لمن؟ للمحتسبين. أنت لو تزعل على السكر بدل ما يصير 400 يصير 600، لكن تراض معه الله يجزاك خير. ولذلك ما أجمل أهل الرضا، عندهم أمراض، عندهم أدواء، قبل الغداء يأكل كيس كامل، وبعد الغداء كيس كامل، وبعضهم ينظر إلى هذا الدواء أنه نعمة، والبعض ينظر أنه شقاء وهم، والجميع سيأكل الأقراص، لكن هذا راض فله الرضا، وهذا ساخط فله السخط.